طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية دائما بيعيشوا بجو من القلق، الخوف والتوتر، وخاصة لما يقرب وقت الفحص النهائي ويزيد الضغط أكثر من الأهل وحتى المحيط. كل التوفيق لطلابنا هيك وهدوء الأعصاب لأهاليهم. هذا الموضوع الوحيد يلي ممكن يخفف من الضغط والقلق هو التحضر الجيد والدراسة المكثفة والمتقنة للمواد الدراسية، وخاصة لما تكون تحت إشراف أساتذة ومدرسين أكاديميين وقادرين على إعطاء أفضل النصائح بالأسلوب المثالي. اليوم رح نحكي عن معهد منهل الحضارة يلي القائمين عليه أكيد هن النخبة من الأساتذة والإداريين. بفقرتنا لليوم رح نستضيف الأستاذ حسن العلاوي مدير معهد منهل الحضارة، وأيضا الأستاذ هفال شيخو مدرس اللغة العربية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح النور. يسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم. طبعا قبل ما نبلش لقائنا وحوارنا معكم ونتبحر بموضوعنا لليوم، رح نروح نشوف هذا الفيديو التعريفي نحن والمشاهدين ونرجع نكمل فقرتنا. الشاهد الثاني خارج البطولات والتضحيات قد عرفنا. إذا نزيد توزيع الشطرين شو بتتذكر؟ نحن جمع القصيدة صح مع الجر S O E S قول بوزيوم بوزيوم بوزيه بوزيه مع الإيل وأنت. نحن بنصنع الطالب من البدء، يعني نحن ما مننقي طالب متفوق ومنحاول انه هذا الطالب ناخده ونبلش نشتغل عليه، لا، نحن منبلش مع الطلاب من الصفر يلي مستواهم ممكن يكون ناجح مجرد نجاح بالشهادة الإعدادية، ومننطلق مع كل الطلاب اللي هن بالسويات المختلفة، وبفضل رب العالمين عم نحقق أفضل النتائج بمؤسسة الحضارة كاملة ومعهد منهل الحضارة. من حيث الإدارة فهي بتجنن كتير رائعة، ومن حيث الأساتذة كمان كادر كتير مميز، كتير ساعدني إني أتخطى كتير صعوبات من السنين اللي قبل. الأساتذة عم يعطونا معلومات كتير قيمة، وعم يوجهونا صح بطريق النجاح وطريق التفوق لحتى نوصل علامات منيحة. أنا كطالبة بكالوريا عن جد بشكر المعهد على التنظيم اللي هو فيه، بشكر الكادر لأنه الكادر عطى إيجابية كتير عم يوصلنا لعلامات تامة بطريقة كتير مريحة. كل الأساتذة بلشوا معنا من الصفر وبيعطونا نصايح وما بيخلونا أبدا نتوتر. يسعد صباحكم مرة تانية مشاهدينا، وصباح الخير لضيوفنا من أول وجديد. رح نبلش من سؤال كتير مهم لحضرتك أستاذ هفال. رح نحكي عن أهمية المعاهد التعليمية. كتير من الأهالي ما بيحبوا يسجلوا أولادهم بمعاهد أنه مضيع على الوقت، ما رح يستفادوا شيء، لو بدهم يستفادوا كانوا يستفادوا بالمدرسة. مع العلم عم نشوف بعض الأساتذة هلأ ما عم يكون في إعطاء كامل للمنهاج التعليمي. خبرنا أكثر عن أهمية المعاهد. طبعا المعهد التعليمي اولا واخيرا هو جزء اساسي من التعليم الوطني، هو رديف. احنا بنعرف انه السيد الرئيس بمكرمه بال2004 المرسوم 55 فيه تنظيم كامل لعمل المؤسسه التعليميه، وفي اشراف. البعض ما بيعرف انه احنا عندنا مشرف من الوزاره بيزورنا كل فتره وبياخذ موافقات المدرسين، يعني احنا مو معهد بيدرس فيه مثلا مين ما كان بده يدرس او كذا. حابين نفتح معهد ايه طبعا بالضبط ايه، فهو في اشراف وفي مدرسين اختصاصيين. والشغله الثانيه في موضوع بدنا ننتبه له، انه مو قضيه انه انا بدي اسجل ابني بالمدرسه او بالمعهد. رحنا في كثير طلاب عندنا من رواد معهدنا ما لهم طلاب مدارس، يعني رحنا بنعرف انه الظروف العامه بالبلد والازمه اللي مرينا فيها صار في كثير انقطاع بالعمليه التعليميه، يعني في كثير طلاب عم بيقدموا حره، يعني بيكون طالب
هجر من منطقة لمنطقة أو صار عنده ظروف معينة ما عنده الوقت يرجع بالضبط يعيد ما فينه سنين. يعيد لأنه بيكون قطع سن معين صحيح. فإحنا موضوع المعهد هو مو بس موجه لطلاب المدارس هلأ طالب المدرسة فينه يستفيد منه طبعا إحنا هو دوام المعهد الكل بيعرف أنه هو مسائي ما بيفتح صباحي مشان ما يصير فيه تضارب مع وقت المدارس طبعا ممنوع هذا الكلام فهو بعد الدوام فينه يختار طالب المدرسة مادة معينة أنا عندي مشكلة بالرياضيات عندي مشكلة باللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية ونحن بنعرف صار موضوع الدروس الخصوصية كارثي هلأ يعني اللي بيتابع صحيح. هذا الموضوع بيعرف أنه الطالب فينه يدفع قسط المادة كاملة بأدرسين أو ثلاثة خصوصي عند بعض المدرسين فنحن هو هذا موضوع المعهد الأساسي يعني هو فينه يستفيد أنه طالب المدرسة بالفترة بعد الظهر بدورات معينة هو بيختار المادة اللي بده إياها وفينه طالب منقطع عن الدراسة أنا عندي يمكن تستغربي إذا بقول لك أنا كل سنة بيجيني طالبات وطلاب بالذات النساء عمرهم فوق 40 هلا حابين يقدموا بكالوريا بدها تقدم بكالوريا بدها تزبط أمورها أنا عندي طالبة يعني كنت ذكرت اسمها على الهواء بس ما هي يعني هلا هي محامية معروفة يعني قدمت التاسع مع بنتها مشان تشجع على الجاي وثاني سنة بكالوريا بتعرفي أنت بالعمر اللي بيقدر يقدم سنتين ورا بعض ودخلت حقوق وتخرجت يعني تغير كل نظام حياتها يعني فهون وجود المعهد ووجود الكادر التدريسي المناسب ساعدها لتحقق طموحها ولو بعمر متأخر الأستاذ حسن العلاوي مدير معهد المنهل خبرنا عن المعهد أكثر إمتى طلعت فكرة تأسيسه بضاحية إتسيا وليش ضاحية إتسيا بالذات أهلا وسهلا فيك هلأ نحن بالنسبة لهذا المعهد نحن مراكزنا أغلبها هي بالشام هي مجموعة الحضارة هذا المكان بالريف حبينا نحن نستقطب أهل الريف كانوا ينزلوا من الضاحية على الشام هلأ المواصلات صارت كتير صعبة من أشهر تم افتتاح معهد المنهل وبقاعات صفية رائعة ومكان جيد ومكان هادي المعهد الحمد لله رب العالمين اشتغل واسمه حلو والكادر التدريسي رائع جدا وطلاب البكالوريات فيه مروقين ومرتاحين معهد المنهل هو مكان كثير رائع بالنسبة للطلاب اللي وجدنا فيه ومع الأساتذة مكان حلو نتفائل خير يا رب وبتحرصوا دائما على منهجية معينة باستلام الطالب من بداية تسجيله عندكم لحتى توصلوا لأول يوم من الامتحان وآخر يوم من الامتحان كمان كيف بتكون آلية التسجيل كيف بيكون الأستاذ مثلا عم يتابع الطالب ويقيمه الكادر الإداري كيف عم يشرف على الأساتذة أيضا ومنهجيتهم بالإعطاء نحن في عنا مثلا شيء اسمه دورات شتوية دورات الشتوية هي بتبدأ من الساعة واحدة ولبعد بيحسن الطالب يسجل كل المواد مع الديانة مع القومية إن كان أدبي ولا إن كان علمي مواد كاملة ويستطيع الطالب يسجل مواد متفرقة هلأ بالنسبة لنا نحن المتابعة عنا متابعة مثل المدارس يعني أنا مثلا عندي مذاكرات عندي تسميع عنا كتير أشياء وبالنسبة للإدارة وفي جو راقي طالب البكالوريا بحاجة إلى نفسية رائعة بحاجة إلى طاقة إيجابية ما في طالب درس وتعب واشتغل إلا وجاب علامات حلوة الطاقة الإيجابية كتير مهمة مع بعض أساتذة إداريين طلاب بده يكون روح حلوة سنة البكالوريا ما بتنتسى يعني سنة البكالوريا فيها ذكريات وفيها أحداث ما بتنتسى لذلك الإنسان كتير بده يكون مهتم بهاي الأمور والتفاصيل كلها إلى أعمق تفاصيل تماما وفعلا وقت الطالب بده يروح يسجل فعلا بده ينتبه لنقطة كتير مهمة أنت رايح تكمل الأشياء اللي ناقصتك ضمن المدرسة أستاذ هفال طبعا اسمك مشهور له باللغة العربية وأغلب الطلاب ونحن كنا من الطلاب اللي نركض لحتى ناخذ توقعاتك وبعض الكتيبات اللي ممكن تنزلها للأسئلة الامتحانية رح أسألك الجلسات المكثفة الساعات الامتحانية اللي بنعطي فيها نحن الأشي المهم هل فعلا هو شيء ايجابي ام سلبي للطالب انا كطالبه ما عم باخذ عند الاستاذ هافر وجبت الكتيب اللي انت حاطط فيه بعض المعلومات استفاد ولا لا ما راح استفاد موضوع الجلسات الامتحانيه مكثفة. او المكثفات هو سيف ذو حدين بصراحه يعني لانه رحنا في طالب بيهمل دراسته خلال السنه بستنى اخر بفكر انه يعني انه راح يصير معه شغله راح تزبط طبختوا كتاب تابعكم قبل الهوا في عنكم أكل اسمه قدرت قادر هاي اسمها هاي هلا أسبوع جاي ونعزمكم عليه هو هاي الطالب هو بده هاي الأكلة يعني بده قدرت قادر بتشوف هاي بتحط هاي ما بتشوف هاي هذا غلط يعني أنا البعض وأنا أكثر كلمة بكرهها أنا كمدرس هي كلمة توقعات أو نموذج يعني أنا ما يعني عدم مؤاخذة ماني يعني أنا ما بشتغل بهذا الموضوع نموذج
كلمة مقدور عليها مهضومة. لا يعني قصدي جلسة محل فيها نموذجين. لا هذا بروح بقدم فحص. لا هذا غلط. بعدين نمطية الأسئلة الكل بيعرف الطالب ما نوعه غبي عدم المؤاخذة. مادة اللغة العربية مادة كلها مهارات وتطبيق. يعني أنت لو قلت له للطالب إنه هذا نص مهم او هذا هو ما بيعرف لا يعرب ولا يقطعه ولا بيعرف يشتغل على الصوره البيانيه اذا ما انه مشتغل خلال العام صح. بشكل نظامي ما راح يحسن ابدا. حتى رحنا بخطه مستقبليه راح يكون اللغه العربيه مثل الفرنسي وانتم ممكن اللي بيعرفوا انه الفرنسي صار النص من خارج الكتاب اسمه النص الموازي يعني موازي. ولكن وهيك لازم يكون باللغه العربيه. يعني ما عاد في طالب انا احفظ هدول الاعرابات ولا احفظ هدول الكذا. هذا الكلام كثير خطير. ولكن برجع بقول لك اذا كان في مدرس خبير ومتقن لعمله فينه يعمل مراجعة عامة. يعني كلمة مكثفة هي عم بتكون أسبوعين على مدار ساعتين يومياً يعني 30 ساعة. فأنا بظن أنه في مدرس بيستطيع خلال 30 ساعة يوزعهم على تأسيس الطالب بشكل جيد من البداية. بيعلمه كيف يكتب موضوع التعبير، كيف يتعامل مع أسئلة القراءة، بيسمع له بشكل دوري لأنه الطالب بيزيد اهتمامه آخر السنة ومثل أول السنة نحن بنعرف. فهذا الكلام بده يكون حذر الطالب والأهل بهذا الموضوع. وقت ما تشوف الطالب إنه ما عم يدرس ممكن تقول له لبقى تجري أو بس تعال تفرج علينا. أنا اختصاصي هذا الموضوع بيعرف الأستاذ. إذا ما بدك تدرس مالك مكان. مالك مكان ضمن الناجحين فلازم تدرس طبعا. طيب أستاذ حسن ختاما يعني نصيحة طلاب البكالوريا إضافة لأنه لازم تدرس شو ممكن نحن نساعدهم لحتى نخفف توتر عنهم ويوصلوا للامتحان بالعلامات اللي هن حاطينا هدف لهم. يعني أمور كتير معروفة بالنسبة للطلاب بس نرجع نذكر فيها تنظيم الوقت. نحن ما فينا ندرس مادة على حساب مادة. يعني طالب العلمي بيدرس رياضيات فيزياء بترك الديانة علما أنه في كتير طلاب بتعيد البكالوريا كمال ديانة. في عنا غير تنظيم الوقت ودراسة مادة غير مادة. الاجتهاد الشخصي يعني أنا ما فيني مثلا أدرس 5 ساعات متواصلين ورا بعض. الجهد الذهني صار متعب يعني بالعامية سكر مخه تماما. طالب ما في بده يدرس ساعة يرتاح 10 دقائق بده يتكل على رب العالمين بده يكون همته كتير عالية وإذا لم تزد على الحياة شيئا فأنت زائد عليها. بده يدرس وبده يتعب كتير. يعني احنا حتى طلابنا بالفرنسي النص مثل ما كان عم يحكي أستاذ هبال الموازي من أول السنة بضل عم نحفظه مفردات وعم نشتغل حتى المفردات بسجل لهم ياهم تسجيل صوتي لحتى يحسن يحفظوهم. بدهم يشتغلوا على حالهم كتير ويتعبوا كتير والله يا ريت أيام بكالورياتنا كان عنا أمثالكم كانوا ساعدونا كثير بتجاوز هذا الموضوع. شكرا لوجودكم معنا وكل التوفيق مع هذا المنهل وبكل فروعه وخاصة بضاحية إتسيا. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم.